ثانية بعد الزوال بتوقيت الجزائر، أهلا بكم. ونستهل هذه النشرة بأحوال الطقس، حيث عرف شهر أكتوبر الجريء درجات حرارة قصوى مرتفعة نوعا ما مع قلة تساقط الأمطار، ما نعم، عدا بعض الرعود التي سجلت في بداية هذا الشهر. تفاصيل أكثر عن الوضعية الجوية مع نوال بالأخضر. شهر أكتوبر 2013 يكاد يكون جافا بتسجيل درجات حرارة قصوى مرتفعة نسبيا مقارنة مع معدلها الشهري، ورغم أننا في فصل الخريف إلا أن العديد فضل التوجه نحو الشواطئ وكأن موسم الاصطياف لم ينتهي بعد. وحسب معلومات الأرصاد الجوية الجزائرية، فقد شهد شهر أكتوبر من السنة الماضية 2012 تساقط أمطار كانت محليا معتبرة وفاقت 100 ملم في بعض المدن. بالفعل صنف شهر أكتوبر 2012 إلى شهر ممطر، سجلنا أمطار معتبرة تميز بفترتين العشرية الوسطى والعشرية الأخيرة، تساقطت فيه أمطار تعدت 100 ملم محليا. سجلنا كذلك درجة حرارة مرتفعة خلال هذا الشهر في بدايته خاصة وصلت 130 درجة. إذن شهر أكتوبر 2013 رغم أننا لم نأتي إلى نهايته فيعتبر شهر جاف مقارنة مع شهر أكتوبر 2012. التذبذب الملاحظ في الفصول سواء ما تعلق بتساقط الأمطار أو الحرارة يدفع إلى تساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية الجوية الغير عادية، فما هو رأي المختصين في التنبؤات حول هذا الموضوع؟ السبب الأول هو تواجد الجزائر كمنطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط التي من طبيعتها وطبيعة موقعها أنها معروفة بتلك التذبذبات داخل الفصول. السبب الثاني، وحسب التقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأخير مراقبي المناخ يعني ما زالوا يؤكدون على أن معدل درجة الحرارة سطح الأرض هو في ارتفاع. الاضطرابات الجوية المتطرفة ما هي إلا رد فعل لتلك الطاقة الزائدة التي تأتينا عن طريق الاحتباس الحراري، والتي قد يردها علماء المناخ إلى أنها سبب رئيسي لهذه التغيرات في الجو وفي الفصول. رغم كمية الأمطار القليلة التي تساقطت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، نرتقب دائما تقلبات جوية قد تأتينا خلال أواخر هذا الشهر. إلى موضوع آخر، حيث كشف الأستاذ أمين سيدهم محامي المدون الجزائري عبد الغاني علوي المتهم بالإشادة بالإرهاب في اتصال هاتفي مع تلفزيون النهار أنه قام باستئناف أمر رفض الإفراج عن المدون الموجود رهن الحبس، موضحا أن القضية هي عبارة عن حرية التعبير المخولة دستوريا، وسيتم قريبا تحديد تاريخ محاكمة المدون. قانون الإجراءات الجزائية هو أن الإفراج هو القاعدة والحبس هو الاستثناء، ولكن في الواقع يعني في الواقع هو العكس الذي يطبق، ولكن تبقى السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، وإحنا قمنا يعني باستئناف إجراءات قانونية لابد من متابعتها، وهي باستئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق أن رفض الاتهام، والذي من المفترض أن تحدد تاريخ الجلسة في الأيام القادمة إن شاء الله. بالنسبة للتهم الموجهة إليه، إحنا قلناها في عدة مرات أن تهمة الإشادة أو نص المادة 87 مكرر ربع المتعلق بالإشادة له مفهوم واسع، وهناك فراغ قانوني من حيث مضمون هذه المادة، واللي كان من المفروض أنها تعدل مع تعديل قانون العقوبات الجديد، لحتى لأنها مفهومها راهو مطاط وكل واحد كيفاش يفسر مضمونها، لأنه في الملف القضائي حتى لا ندخل فيما يسمى بسرية التحقيق الإشادة بصفة عامة غير موجودة في الملف الحالي، وبالتالي أنا أعتبر أن هذه المتابعة هي فيما يتعلق تتعلق بالدرجة الأولى بحرية التعبير، حرية التعبير للشخص، وهو الحق المكرس يعني دستوريا في نص المادة 41 من الدستور، ومكرس أيضا في نص المادة 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها الجزائر، وبالتالي فمن المفروض أنه يحترم من قبلها.
وفي نفس الشأن أفاد الأستاذ أمين سيدهم أن المدون عبد الغني علوي البالغ من العمر 24 سنة والموجود في المؤسسة العقابية سركاجي هو في حالة صحية لا بأس بها، كما أكد بأن موكله كشف له بأن لا علاقة له بأي جماعة متطرفة. هي حالته صحية ولا بأس به يعني حاليا، والحمد لله يعني ما كيفاش نقول لك يعني في الحالة الصحية والمعنوية لا بأس به، يعني هو بالنسبة لي ما قام بأي شيء يخالف القانون، وقالها بصريح العبارة أنه لا علاقة له لا بالإشادة بالأعمال الإرهابية وأي بقولها بأي جماعة متطرفة أيا كانت تسميتها وما كان نوعها. يعني في أخبارنا الدولية أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم أنه استدعى على الفور السفير الأمريكي لدى باريس بعد ورود تقارير بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي اعترضت اتصالات على نطاق واسع في فرنسا. وقال فابيوس لدى وصوله من اجتماع أوروبي في لوكسمبورغ إنه تم استدعاء السفير الأمريكي على الفور وسيتم استقباله هذا الصباح، أو تم استقباله في هذا الصباح نعم. وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الاثنين فإن وكالة الأمن القومي قامت في فترة سابقة بجمع أكثر من 70 مليون تسجيل لبيانات هاتفية للفرنسيين. نعم، وصرح وزير الداخلية الفرنسي إيمانويل فالس الاثنين قائلا إن المعلومات التي تم الكشف عنها حول اعتراض وكالة الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الهاتفية في فرنسا على نطاق واسع نعم. تعتبر صدمة وتستدعي توضيحات. كما قال فالس في تصريح لقناة أوروبا واحد إن المعلومات التي نشرتها جريدة لوموند تعتبر صدمة وتستدعي طلب توضيحات من السلطات الأمريكية في الساعات القادمة. المعلومات التي نشرت في جريدة لوموند والتي لم أطلع عليها بعد من وثائق حملها إدوارد سنودون هي حقيقية كما يظهر، كما سمعته على قناتكم مروعة، وتتطلب توضيحات دقيقة من السلطات الأمريكية في الساعة القادمة مع وسائل التكنولوجيا الجديدة للاتصالات يجب وضع قواعد، وهذا يعني كل الدول، لكن في حال قامت دولة صديقة وحليفة بالتجسس على فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى فهذا أمر غير مقبول. تناشد عائلة الطفل أيمن مطلاوي القطنة بمدينة عين البيضاء بولاية أم لبواقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنها من فقدان نعمة البصر، حيث يعاني الطفل أيمن البالغ من العمر 10 سنوات من ضعف البصر بعد أن فقد عينه اليمنى، فيما عينه اليسرى مهددة بالعمى. رشيد مقدم زار الطفل أيمن وأعد تقرير التالي. الطفل أيمن مطلاوي من مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي حرم من نعمة البصر التي أنعم الله بها على عباده، حيث أضحى الداء يتهدده بالعمى. أيمن وفي غياب تكفل شامل من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية التي أنشئت لرعاية المرضى الفقراء يعاني في صمت، مما سبب له ضررا تدريجيا إلى أن فقد نعمة البصر للعين اليمنى. أجريت له 5 عمليات جراحية بالعيادات الخاصة ولم يبصر بشكل واضح إلى حد اليوم، والسبب يكمن في عدسة العين المصابة نتيجة عجز بعض أطباء العيون عن تصحيح الأخطاء الانكسارية في الرؤية التي من شأنها أن تمنح للطفل أيمن رؤية طبيعية تنهي معاناة العائلة الفقيرة التي ضاقت بها الحياة ذرعا. نتمنى من الشعب الجزائري يعاونوني على وجه ربي. الطفل هذا عنده لاتونسيون تاع العينين، درت له 5 عمليات وطلبوا عليا 6، وراني زوالي نشف يعلم بيا ربي، ما قدرتش باه نكمل ندير له العمليه هذه. نتمنى من اهل الخير يعاونوني يعود يشوف ويقرا كيما صحابه ويلعب كيما صحابه. وفيما ليس هناك من علاج شاف، الطفل أيمن يضره ما غطى عدسة عينه اليسرى أدى إلى غلق الممر الذي يسمح بوصول الضوء إلى العين، وإذا لم يعالج في أقرب الآجال تفقد العين قدرتها على الإبصار برأي أهل الاختصاص. واني باغي نرتاح بها نعود نقرأ كما أصحابي بكل، وباغي نقرأ ونعود نلعب كما أصحابي بكل،
ان نطلب من الدولة والشعب الجزائري انهم يعاونوني نتعالج هنا في الجزائر ولا في الخارج باه نقرا ونولي لاباس عليا كما كل صحابي. وحنا ما عندناش، انا طول زوالي نطلب منكم انكم تساعدوني. وفي انتظار الفرج وإغاثة ذوي القلوب الرحيمة، عائلة مطلاوي القاطنة بحي 300 سكن كاريير دومينيك سابقا بعين البيضاء تناشد أهل الخير لرفع الغبن عن هذا الطفل للتخفيف من فقدان البصر الذي يضعفه الداء والفقر والتهميش. مشاهدينا، يمكنكم وفي أي وقت متابعة برامجنا عبر الإنترنت على العنوان www.nhartv.net/ar. في أمان الله.